التيك بول رياضة حديثة النشأة في الجزائر، وللتعريف بها تم تنظيم دورة شرفية استعراضية على هامش الألعاب المتوسطية عرفت مشاركة 4 دول. هي الحدث هذا شوف في كل طبعه تاع العاب البحر الابيض المتوسط يكونوا الرياضات الاستعراضيه. احنا في الطبعه هذه تاع الجزائر تاع وهران 2022 كانوا عندنا رياضتين استعراضيتين، الا وهي رياضه ذوي الهمم في العاب القوى، وعندنا رياضه التكبول. رياضه التكبول هذه رياضه جديده في العالم. التيكبول هي رياضة لها قواعد تمزج بين كرة القدم وتنس الطاولة، حيث تستعمل فيها كافة أطراف الجسم. ديسيبلين لعبة تلعب على طاولة على شكل تاع تنس دو طابل، وتلعب كرة القدم وتلعب بالأجزاء تاع اللي يلعب بها لاعب تاع كرة القدم، بالرأس والكتفين والصدر والظهر والأرجل. النقاط تاعها تحسب بالأشواط، كل شوط فيها 12 نقطة. ال 12 نقطة هذه تتلعب بلي سيرفيس، كات شاك كات سيرفيس 4 بوان يكون كما نقولوا السيرفيس يعاود يولي للخصم، وتلعب بزوج اشواط مقابل صفر، الا ماشي زوج اشواط تروح لثلاث اشواط. رانا هنا بدعوه من طرف الاتحاديه الجزائريه لرياضه الجميع لاداء مقابله استعراضيه، ولو ميم طون كما يقول لك باش نعطوا اون بالي ماج على بلادنا باللي حتى هاد لا ديسيبلين راهي كاينه في الجزائر مالغري حادثه النشاه 2020 برك، دونك صافي سيتادير 2022 راهي في الجزائر، ولو ميم طون دو ايبروفي لا كاليتي اللي عند خوتنا لي زاتليت اون سيتياسيون دون ديكاب. رهان هذه اللعبه يكمن في تاسيس اتحاديه تعمل على تطوير هذه الرياضه من خلال المشاركه في مختلف الاستحقاقات الدوليه لاكتساب الخبره والتجربه.